في قناه اخبار الفجر المغربيه سي المندوب الاقليمي السيد البحري بعملتها المدير كيفاش تقرا لنا هذا اللقاء الشيق ديال اللي تنظموه بقاعه جامعه المدير الاقليمي؟ شكرا جزيلا مصطفى الفردوس مندوب السيد البحري بالمضيق. فعلا اليوم الدراسي اللي تعقد الجامعه ديال المضيق مشكوره جد مهم بزاف لان قطاع ديال الصيد البحري في الاقليم من بين القطاعات المهمه مع قطاع السباحه وكيشكل واحد قاطره للتشغيل مباشره او غير مباشره. نعرفوا بان قطاع الصيد البحري في الاقليم عنده تقريبا 140 مركب ديال الصيد الساحلي، مزربه ديال تربيه الاحياء المائيه، ما يفوق 350 قارب ديال الصيد التقليدي، 9 وحدات ديال التثمين المنتوج. هذا اليوم الدراسي مكن لنا اننا نتكلموا في اطار ما يمكن استغلاله وتوفيره في الاقتصاد الازرق، مع العلم ان هذا الاقتصاد هذا كيتكلموا عليه الناس بزاف، ولكن الاقليم عنده مؤهلات بحريه جد مهمه وكبيره جدا، اولها العنصر البحري اللي كيتوفر على ثقافه بحريه، العنصر النسوي لان كنفتخروا به على الناس ديال التعاونيات اللي تخلقوا في هذه الاربع سنوات وكاين فيهم شي حاملات المشروع لاول مره وكاين فعلا اللي عندهم حاملين مشروع جد مشاريع جد مهمه، ونتمنوا ان شاء الله غادي نشوفوا قريب العاجل عندهم الاكتفاء الذاتي كيطوروا المشروع ديالهم وكيشتغلوا معاهم واحد العدد ديال النساء. بالنسبه للساحل او مجال البحري في الاقليم يمكن استغلال كذلك استغلاله في تربيه الاحياء المائيه، تربيه الصدفيه، تربيه الطحالب، تربيه الاسماك في اليابسه كنسميو لا بيسيكولتور، وهذا الشيء كامل المغرب راه عنده واحد لو سافوار، يعني واحد المكسب معرفي جد مهم اللي غيخليه انه ينجح هذا المشاريع. بالنسبه للظرفيه اللي كاينه دابا ظرفيه جد مهمه، ان المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي في واحد الطور ديال النمو جد مهم، وحنا شخصيا متفائلين بزاف ان في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون زاهر. من بين الحوايج اللي يمكن نستغلوا فيها الاطار الاقتصاد الازرق هو السياحه البحريه، لان القانون التنظيمي غادي يخرج في القريب ان شاء الله الرحمن الرحيم، ممكن كذلك تنظيم يعني مسابقات في الصيد الترفيهي. كنعرفوا بان الاجانب ولا النوادي لا الوطنيه ولا الدوليه كتنتظر مجال اللي يعني تنظيم مسابقات اللي غادي تكون كتعود كذلك بالنفع من ناحيه سياحيه. المهم الاكراهات اللي كيعاني منها القطاع الاكراهات اللي كيعاني منها القطاع اهم الاكراهات اللي كيعاني بها القطاع ديال الصيد البحري هي تقريبا اللي كيعرفها البحر الابيض المتوسط، ندره المنتوج نظرا لعده عوامل اللي كانت كتستعمل قبل البيئه. البحر الابيض المتوسط بصفه عامه ماشي غير الساحل المغربي كيعرف واحد المشكل كبير، لذلك ان الدول كتحاول انها توجد بدائل قصد اراحه هذا الساحل هذا، ومن بين هذه البدائل هو تربيه الاحياء المائيه، والمغرب مشى بعيد بزاف في هذا المجال. شكرا سيد المندوب الاقليمي سيد الحبيبي على تمزيق نيتك.